حفظ القرآن. دقيقة أنت يا الله تقصد، دقيقة أنت تقول لا إله إلا الله يا الله تقصد. أه؟ يا الله تقصد. في كم واحد عندكم؟ عند أكو هواي آلهة، أكو بارة وأكو بقرة. كم واحد عندكم؟ أكو... عندنا واحد. أي هذا تقصد الشاب؟ لا إله إلا هو الحي القيوم. أي الشاب الأمرد الجميل اللي احنا نعرفه. له قدم في الجنة وقدم في النار صح؟ أي له كما أنتم تقولون إن الله له ساق. فأنت الآن ما تعتقد بساق الله؟ يوم يكشف عن الساق، شلون هاي بالقرآن موجودة يا ولد؟ لا تدير بالك، تسمعني. يوم يكشف عن الساق، المقصود فيها إيش؟ يوم يكشف عن الساق، أي الله إن الله عز وجل يكشف عن ساقه للخلق ويسجدون. حاول أنا الآن أنا جاي أقول لك في كتبكم إنه له إن له ساق. عنده أصابع؟ أي عنده أصابع. عنده أصابع. نعم عنده أصابع وقالها عثمان الخميس بعد. عثمان الخميس سألوه عن هل لله أصابع؟ قال نعم. لله أصابع بس مو مثل أصابعنا، يعني يمكن مثل الأخطبوط عنده مثلا 50 أصبع. الله كما وصف ربك شاب أمرد. له كرسي إذا جلس عليه يطقطق. شايفين هاي الكراسي التعبانة؟ يعني الواحد صار له عنده مثلا كرسي 30-20 سنة ويتعب الكرسي، واحد من يجلس عليه يطقطق. هذه موجودة الرواية، الرواية موجودة. هذا ربك يجلس على كرسي، روح صلح للكرسي، بدل له السبرينج حتى ما يققق علينا لو سمحت. دوبا ده تقسم لي بمن؟ نحن نسأل. نحن أنتم تحلفون بالضلع فاطمة. لا لا لا، تقسم بمن؟ الزهراء. تقسم بمن؟ ها؟ تقسم بمن؟ بالله اللي طوله 60 ذراع. من هو رب؟ ربي وربكم رب واحد. لا 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 لا. ربك يسوي أطيط يجلس على الكرسي. لا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش. أي على العرش يسوي أطيط صح؟ زين أسألك سؤال، هو هذا الرب اللي خلق هذه الأكوان والكل وال 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 وكل شيء خلق، يعني ما قدر يخلق له كرسي زين ما يسوي أطيط؟ ليس كمثله شيء. شلون ليس كمثله شيء ولكن شلون قال على الرحمن على العرش. شلون دقيقة دقيقة، شلون ليس كمثله شيء وهو مثل آدم؟ يعني مثلنا عنده عيون له يدان وله الوجه ولكن ليس كمثل. الله الله طلع الحكي. عنده شنو؟ عنده وجه وعنده يدان وعنده ولكن ليس كمثل مثلنا. أين هذه الرواية؟ هذه الرواية في صحيح البخاري ومسلم. طوله 60 ذراع على هيئة آدم، هذا هو ربك يا عزيزي. اتق الله، انا ادعوك اتق الله يا الله بعرض رسول الله. والله ما لن اتق الله ذاك الذي كلتا يديه يمين، اي معناه ايدي اثنينات يمينه، هذا لن اتقيه وادوس عليه بعد. حلوه قاتلك الله، قاتلك الله. اقاتله اجي من جهه اليسرى ما يقدر لي، لان ايدي اثنينات يمينه مثل ما تقول تفاسيركم. فانا اذا جيت من اليسرى اطقه، فقول لي قول لي قاتلك الله، قول لي اجي من جهة اليسرى لا تخاف زين. الله المستعان، الله يرشد قلبك. هواي تصرفون الله المستعان وما جايعينكم، ويا هاي المشكلة لو تتركونها احسن. والله اخاف منك من عذاب الله يا استاذ. ربك ما يسوي والله شيء. والله ربك ما يسوي شيء والله صدقني. والله العظيم والله العظيم اللي يتحدى حدود الله ما يسوي شيء. ما يسوي شيء بيجد خرطي ما يسوي. لا والله بكل قوة. لا ربك خرطي صدقني، يعني جربناه وشفناه خرطي. لا وخاف. طيب يا أخوي أنا بقول لك شيء، أنت الآن تؤمن بالقرآن أو لا؟ لا ما تؤمن بالقرآن. لا إذا أثبتت لي أو ولا تؤمن بأي ولا تؤمن بأي آية؟ لا إذا أثبتت لي أنه هي من ربك أؤمن.
هو أنا أجحد بالقرآن وأجحد بالآيات. أنا كفاني كافر. قول من الأخير. يعني تجحد بكلام الله. أي نعم. تجحد بكلام الله. ما هو أنت أثبته. أنت أثبته حتى إنه أنا أصير مؤمن بك. أنت شنو جايب لك ما يعني بقرة أنت مثلاً أنا شوفني مثلاً مسلم سني موحد خروف يشوفني يعني تضحك علي تقول لي هذا كلام الله أتبعه غير تثبت لي. كتبك صحيح البخاري ومسلم يقولون هذا مصحف محرف فيه زيادة وفيه نقص وفيه تلاعب وبشهادة كبار الصحابة. انت شلون تضحك علي وتخليني اؤمن به؟ شلون؟